راح يقول لك هنا هاي كلن لازم يشيلها البيشنت لان هاي تطبع المناظر وتطلع من عنده. تشتغلون ميل فيميل، ذا كان هاي فيميل، هذا الميل هذا ده هيوج يعني ضخم كلش، لانه ليش؟ شوف السبب نختار هذا يقول لك البيشنت. هذين شنو؟ كيل فولتج ملي امبرج، هذا شنو الاس؟ تايم عافيه بالسكند. إيه وهاي الملي جراي اي وحده يمكن اي اللي ابزورب دوز من البيشنت اللي دخل. شوفوا السبب اجي اني فيميل راح يقل، شوفوا اذا الهيوج بيشنت راح يزيد. ليش؟ لانه هو ديس بون فلازم يحتاج اكس راي فوتون اكثر حتى تخترق اكثر. زين هسه احنا نختار ميل اوكي. زين هسه احنا هذا يقول لك البيشنت، هسه البلت مالته شكلها يو شيب في شيب يو هاي اي هاي 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 ما سوينا شيء. زين تمام هسه شنو نجي على البروجرام؟ تريد تاخذ كل الجو، تريد تحدد مثلا بس الكوندايل يعني بس ذني راح تطلع توخر الكوندايل، عفوا اذا تريد بس الكوندايل ذني توخرها. ليش هذا ما يوخره؟ خابره السجاد. هاي تريد بس البوستيرير، تريد بس الانتيرير، تريد بس الرايت والليفت. هاي من منحددين هاي المنطقه ايش راح يقل وياك. شوفوا اي اكسبوجر تايم، انه يريد بس هاي المنطقه ما راح يفر فره كامله. هذا الجهاز يفتر دائما مدار الفيشن، فانت بس جو واحد تصبر. شوف بس هذا الجهة واحدة ما قلل كيلو فولتج من الامبرج، بس التايم لانه ما راح يفتر فره كامله. هذا يقول لك هنا بده ينطيك هاي العلامه، هاي الرول فوق العتله، هذا تضبط البيشنت هيد مالته. اي حتى يثبت لازم شيء يكون هذا الفرانكفورت بلين يكون فرر ويا الفلور اللي هو اكو لاين اكو من الفلور مال هاي الاوربيتال للال مال تريكس. يعني واخذين انتو لولا او تاخذوا من الال مال اكسترنا ايوتو ترميتس للال مال النويز. هذا لازم هذا حسب يا لان حسب الجهاز. هسه احنا مالتنا الجهاز يشتغل على هذا اللي انا داوم بالسنتر يشتغل على هذا اللاين. عرفتوا؟ هذا المهم اللاين لازم فرر ويا الفلور. هذا الساجيتال بلين، هذا الخط الجديد، هذا فيما يخص البروجرام الباراميترز. يعني هاي الكيلو فولتج من الامبرج، يعني مرات هو مطيك اياهن وتريد لا يجوز هذا البيشنت لا تريد اكثر الزيده تزيده، بس انا ما ازيد هو علي. اوكي يلا هسه احنا خاشنا يلا هسه منو يلا هسه هسه بس شوف هسه هذا شخص ينزل هذا عين هذا بس يكون هاي اللاينات العفو هذا ضبط الهيد مالته. لا خليك تشن هيجي مثل ستريت وهاي اللاين احنا اللي انا السنتر اللي داوم بي يطلع ليزر لاين خط احمر اسهل. هذا لا هذا لازم انت شوف هذا نانا البيشنت ما يرفع راسه هيك ولا هيك لا راح يصير الجو يطلع يعني يستخدم بالمحاضر. لا عريض واكو نارو في شيء بيصير اذا رفع راسه واذا نزل لازم ستريت. فهسه هو هيك شيء شلون نتحرك يلا هسه نطلع اطلع هذا راديشن عالج تبقى بالصدرية. لا هو الجزء قد ما ترى ايش يعني ما ناخذه هوايد اطلع يلا خلنا نشرب تخبط خطيه تعذب لا ما تلبس شو تخاف الزم هنا ايدي ناخذ تحي طيط لما الرعب غمض عيونك انزل الباب اسره بالجانب حتى شوفوا شو راح شوفوا هسه راح يفتر شلون بس كتفك شوي نزله حتى لا يطخ حبه لا قصير شوفوا شلون حتى يقطع منطقه منطقه يسجله كله ويا قوه وين مش عارف مزودين خليه بعد احسن شوفوا يعني شلون يصير. لا تسعى المهم صار هذا شوفوا يرجع فراس هاي رجع الفراس هاي كله ترجع البوزيشن مالته. طلعت الصوره تعال مين صارت ويلي هاي هم نفس اللي انك نقدر نتحكم بالكونترا كونتراس والديسيتي بحكي شو انت درسها هاي فوق هاي اللي حطيت عليها مالت بلوك. انت اخذتي لي على فد شيء وين الفيلم مالته؟ قلت لي نتاكد من فد شغله عندك اللي بالسايلنس هاي؟ ما تبين